تتواصل انطلاقات أشواط مساء هذا اليوم في ميدان المرموم تحفة الميادين عبر شاشة دبي ريسنج في انطلاقات الكبار وتحديات هذا المساء الجميل. الشوط السادس أعلنت بداية انطلاقته في هذا التحدي والأداء الجميل مع ذلل الأصايل المهجنات بشعارات أصحاب السمو الشيوخ لتشكل هذه النوعية وهذه الانطلاقات الجميلة. مباشرة نذهب بعد الانطلاق مع المركز الأول، تسيطر على المقدمة مثيرة وتقود المشاركات بشعار هجن الرياسة. سعيد بن حمد بن دري يقودها في التضمير، ولكن ينخطف من قبل معزة اللي تقود المشاركات وتنطلق، أو هناك أشوف مغرية اللي انطلقت إلى مقدمة الشوط، مغرية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. سري بن سالم بالعرثي يقودها في التضمير، تليها في المركز الثاني وتأتي في ثاني المراكز ملوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن راشد بن حمد بن غدير يقود التضمير، بينما المركز الثالث عادت هناك مثيرة من هجن الرياسة. سعيد بن حمد بن دري يضمرها، بينما المركز الرابع بنلقى هناك في المركز الرابع جمرية تأتي في رابع المراكز وتندفع بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يضمر ويتابع جمرية، بينما 1200 وجمرية جمرية 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 انطلقت إلى مقدمة الشوط. جمرية بأداها الجميل وانجازاتها وسجلها الحافل مشاهدينا متابعينا الكرام، الله يا سلام يا سلام. الكيلو المتر الأخير، جمرية العاصفة تنطلق على مقدمة الشوط. حمد بن راشد بن غدير مع جمرية في هذا الشوط، بأداها بيسجلها الحافل بالإنجازات، بيسجلها بالكاسات، بيسجلها بالكثير والكثير من التحديات. المركز الثاني ثاني المراكز، هناك تأتي الساعية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. محمد بن عبد الله بن حميدان ردم في المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بسعيد بن منانة في هذا الانطلاق، يا سلام. وجمرية جمرية 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 بالانطلاقات، جمرية بالتشكيل الفنية، جمرية بانطلاقتها الوحية في هذا الانطلاق، يا سلام. تقود المشاركات جمرية مشاهدين العزاء في هذا الانطلاق من هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير، ولكن هنا المركز الثاني الساعية 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 لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها محمد بن عبد الله بن حميدان. هناك تنطلق من الجانب الآخر جمرية والساعية الساعية وجمرية مشاهدينا متابعينا الكرام، يا سلام يا سلام. هذه انطلقت الساعية، انطلقت الساعية إلى مقدمة الشوط، غيرت إلى المركز الأول. تهانينا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، كذلك التهنية موصولة لمحمد بن عبد الله بن حميدان. جمرية في المركز الثاني من هجن العاصفة، بينما المركز الثالث ردم لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع وصلت في عالية من هجن الرياسة، والمركز الخامس هناك تأتينا في هذه اللحظات شديدة، أو بنشوف هناك مثيرة من تأتي في المركز الخامس من هجن الرياسة. هذه النتيجة مشاهدي العزاء. نعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط وتحديات هذا الشوط، 12 دقيقة و50 ثانية، 6 أجزاء من الثانية مشاهدي العزاء. توقيت الساعية بالمركز الأول، تهانينا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لمحمد بن عبد الله بن حميدان على هذا الفوز. بينما المركز الثاني بنشوف هناك على شاشة التلفزيون لحظات وصول جمرية وتوقيتها الزمني في ثاني المراكز. جمرية من تأتي في ثاني المراكز مشاهدي العزاء، وهذه تصل إلى خط النهاية بالإعادة والتوقيت الزمني، 12 دقيقة 51 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثالث هذه ردم على شاشة التلفزيون، 12 دقيقة و52 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لأحمد لسالم بسعيد بن منانة على الفوز بهذه الانطلاقة.